بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله. كما اعتدنا هنبدأ بقراءة أسباب النزول الواردة في الآيات التي قرأناها. يقول الإمام السيوطي رحمه الله: قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الآية. قال: أخرج ابن إسحاق وابن جرير من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: جاء النحام بن زيد وقروم بن كعب وبحري بن عمرو فقالوا: يا محمد، ما نعلم مع الله إلها غيره. فقال: لا إله إلا الله، بذلك بعثت وإلى ذلك أدعو. فأنزل الله في قوله: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. يعني دول مجموعة من الكفار جم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنهم كانوا على طريقة الأحناف اللي كانوا يعني موحدين في الجاهلية، أو كانوا على دين إبراهيم أو كذا. فهؤلاء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليقروا أمامه بعقيدتهم، يعني كأنهم سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حين السورة مكية، فسمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو إلى دين. ويبدو أن السورة عندهم أيضا لم تكن كاملة، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ديننا كذا وكذا وكذا، عشان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم فيقول: وديني كذا وكذا. فإذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما نعلم مع الله إلها غيره، فقال: لا إله إلا الله، بذلك بعثت وإلى ذلك أدعو. فأنزل الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة. إيه علاقة قل أي شيء أكبر شهادة بالسبب النزول دوت؟ إن هؤلاء الناس شهدت فطرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ما يدعو إليه حق، يعني توافقت فطرتهم قبل أن يوافقوا أو قبل أن يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم مع الدين الذي جاء به الرسول الذي هو دين الفطرة. فكأن الآية هنا بتقول إنه مع شهادة الفطرة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهادة الله أكبر، والله قد شهد لنبيه بالنبوة. قوله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. روى الحاكم وغيره عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في أبي طالب، كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتباعد عما جاء به. يعني هو إيه؟ أبو طالب كان متناقض، فكان بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، ويرفض أن يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل المشركين، ومع ذلك هو لا يؤمن به صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال قال: نزلت في عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض أعمام النبي، إنه مش كل أعمام النبي كفروا به، يعني العباس آمن، حمزة آمن، مش كده؟ وكانوا عشرة، فكانوا أشد الناس معه في العلانية وأشد الناس عليه في السر. يعني في العلانية ده ابننا محدش يقرب منه، العصبية القبلية. ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم لما حوصر في شعب أبي طالب 3 سنين، الصحابة كانوا بيسفوا فيها تراب بالمعنى الحرفي للكلمة،
ويأكلون الجيف وحاجات زي كده، إنه قريش منعتهم البيع والشراء. كان مع النبي في الحصار بعض المشركين من أقارب من بني هاشم، من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ مع أنهم لا يؤمن به عصبية، هو العرب كده عصبية، ده ابننا ما يصيبه يصيبنا حتى وإن لم نؤمن به، حتى وإن كنا يعني بيننا وبين أنفسنا نقول إنه يعني ليس بنبي. فإذا كان عمومة النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عليه، في أشد الناس معه، يعني أكثر الناس حماية له في العلانية، وأشد الناس عليه في السر، يعني يجوا في السر ويطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يترك ما هو عليه وأن يسير كما هم سائرون وكذا. لذلك نزل قوله تعالى وهم ينهون عنه، يعني يحمونه وينهون الناس عنه صلى الله عليه وسلم، عن إذائه، وهم ينأون عن الإيمان به صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع للآيات، لآيات سورة الأنعام. احنا قلنا مع بعض قبل ذلك ان سورة الأنعام موضوعها ايه؟ تقرير دلائل الوحدانية والتدليل على عظمة الألوهية. طيب وكنا وقفنا عند اسم الله القهار، مش كده؟ وقلنا ان احنا عايزين نقرأ هذه السورة كأننا نتعرف على الله سبحانه وتعالى للمرة الأولى. فالسورة بتسرد، بتعرف العباد على الله عن طريق معرفة الأسماء، والعباد يعرفون ربهم سبحانه وتعالى إما بمعرفة الذات أو بمعرفة الصفات والأسماء أو بمعرفة الأفعال والآثار. هذه أنواع المعرفة الثلاث: الذات، الصفات، الأفعال. فمعرفة الذات لا تكون، دي لا تكون، الله لا يحاط به ولا يحيطون به علما، يعني بذاته، يعني الذات الإلهية، حقيقة الذات الإلهية هذه لا تعلم لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنها أعظم من أن تعلم، أكبر من أن تعلم. فكيف نعرف ربنا بصفاته وأسمائه؟ إحنا نتعرف على الله من خلال معرفة أسماء الصفات. عشان كده القرآن سرد لنا عددا من الأسماء والصفات، وعشان كده ربنا امتن، أول ما امتن على آدم عليه السلام بأنه علمه الأسماء، أسماء الحسنى التي بها يعرف ربه سبحانه وتعالى. ثم نتعرف على الله عز وجل أيضا من خلال أفعاله، فعله في الكون، آثاره سبحانه وتعالى. زي بالضبط ما أنت تكون ماشي في صحراء وبعدين تشوف آثار أقدام فتعرف أن هناك من مشى على هذه الأرض، فيبقى كده عرفت عنه حاجة. وبعدين يجي لك خبر من واحد قاعد في الطريق يقول لك ده اللي كان ماشي ده راجل أو ست أو كبير أو صغير، تبقى عرفت معلومة زيادة. دي الصفات التي لا تكون إلا بخبر. فمعرفة الوجود تعلم بالعقل، يعني انت مش محتاج لما تشوف اثار الاقدام حد يقول لك ان في حد مشي، لكنك عشان تعرف صفات من مشى محتاج خبر. علشان كده العقل يثبت وحده وجود الله سبحانه وتعالى، لكن صفات واسماء الله تحتاج الى خبر. لذلك يرسل الله عز وجل المرسلين ليعرفوننا على صفات الله واسماء، فتكتمل المعرفه وتتسع دائره المعرفة بالله سبحانه وتعالى. هيجي لي واحد يقول لي طب ما انا عايز اعرف ربنا اكتر، فعايز اعرف ذاته. يقول لك انت بس اعرف اسم من اسماء، الاسم الواحد من اسماء الله سبحانه وتعالى بحر مغرق، يعني الواحد ممكن يغرق فيه دون ان يصل الى منتهى. فمن اسماء الله سبحانه وتعالى اسم الله القهار. اسم الله القهار ساري في الوجود، وانت هذا الاسم يعمل فيك دون أن تدري، فأنت مقهور بالحاجة إلى النوم، أنت مقهور بالحاجة إلى الطعام، أنت مقهور بالحاجة إلى الشراب، أنت مقهور
بالحاجة إلى قضاء الشهوة، أنت مقهور بالحاجة إلى الزواج، أنت مقهور بالحاجة إلى السعي على الرزق، ثم وإن فعلت كل ذلك فأنت مقهور بما لا عمل لك فيه، أفعال الاضطرارية اللي بتحصل فيك، حركة القلب والمعدة والجوارح و فأنت الإنسان سبحان الله شيمته النقص والافتقار، فهو مقهور للقهار سبحانه وتعالى. علشان كده قالوا من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى، من عرف نفسه بالقهر عرف ربه باسمه القهار سبحانه وتعالى. طبعا كلنا مسلم وكافر بيسري علينا هذا المعنى، ما يسري على المؤمن يسري على الكافر، لكن الفرق بين المؤمن والكافر ان المؤمن عنده عين شايفه ده، زي كده بالظبط ما تعمل إشعة وتحطها تحت الاي سكان، فانت ايه في اله مكنتك من الاطلاع على ما لا يطلع عليه من لا يملك هذه الاله، فانت الايمان بيديك هذه الامكانيه انك ترى ما لا يراه غيرك، انت مقهور تحتاج الى النوم والطعام والشراب والكافر نفس الكلام، بس انت الايمان اعطاك ميزه وهي انك بقيت شايف الامور على ما هي عليه، ما بتخمنش. دراعك مكسور، انت لما شفت عملت الاشعه عرفت الكسر فين وحجمه قد ايه. الكافر هو بيخمن، يعني احتمال يكون مكسور واحتمال يكون جزء واحتمال، نجرب بقى نقعد ايه نجرب كده نجرب مع نفسنا كده. يبقى اذا الايمان بيعطي للمسلم ميزه وهي انه بتتسع افاقه، بيرى الامور على ما هي عليه. فاسم الله القهار سبحانه وتعالى يسري في الوجود، وأسماء الله الحسنى كلها تعمل في نفس الوقت، مش بتعمل بالتناوب، لا كلها عاملة في نفس الوقت. يعني أنت بيسري فيك اسم الله القهار مع اسم الله الرحمن مع اسم الله الجبار مع اسم الله القهار مع اسم الله الغفور مع اسم الله الرحيم مع اسم الله العليم، كله شغال في نفس الوقت. لكن اللي بيحصل ايه؟ ان بتظهر ليك بعض اثار هذه الاسماء، بتظهر ليك في نفسك او في الوجود او في الكون بعض اثار هذه الاسماء، فتدرك فتشوف هي موجودة سواء ادركتها او لم تدركها، لكن من يشاء الله ان يطلعه اطلع. فانت نفس الحاجة اللي انت بتشوفها كل يوم ترى فيها معنى جديد، ليه؟ لان الله اذن لك بالاطلاع على هذا المعنى الجديد، قبل كده كان في غشاوة ثم بعد ذلك اطلعت. لما تزداد قرب من الله تطلع أكثر فترى الأمور الوجود زي ما هو. عشان كده بنقول للناس إنك لما تؤمن يحصل تغيير حقيقي، كلما اقتربت من الله حصل تغيير حقيقي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، مش معناها إنك تصحى الصبح تلاقي الدنيا بقت وردي واللون الأوضة اللي أنا نايم فيها بقت بينك مثلا، لا، أنت الحاجة زي ما هي، لكن إحساسك بيها رؤيتك ليها معناها مختلف، فالتغيير حصل في النفس. طب في الخارج إيه؟ كله موجود بحيث كل واحد يشوف على قدره. فلذلك قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، والله فوق، والفوقية هنا مش فوقية مكان ولكنها فوقية مكانة. ليه؟ لأن الله عز وجل منزه عن المكان، المكان خلق من خلق الله، الزمان خلق من خلق الله، إحنا محكومين بالزمان والمكان. الله عز وجل لا يحكم بخلقه، منزه عن الزمان والمكان. فلذلك قال فوق، والفوقية هنا فوقية ماذا؟ مكانه وليس مكان. وهو القاهر فوق عباده. طب ايه الفرق اذن بين القهر والقدره؟ القدره صفه ايضا، الاثنين القهر في معنى زائد عن القدره.
قدرة صفة أزلية من صفات الله سبحانه وتعالى يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإرادة. فالله يوجد أو يعدم، يعطي صفة أو يمنعها، يعطي مقدار أو يمنعه. يبقى كده إيه؟ ده شغل القدرة. القهر في معنى زائد، وهو معنى ماذا؟ معنى المنع. يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا أذن لك أن تكون أو موجودا بطول معين أو بلون معين، فإذا هو يمنعك أو يمنع غيرك عن أن يقترب من إرادته وما توجهت له القدرة. ففي معنى إيه؟ معنى المنع، منع الغير من الاقتراب من حمى الألوهية، ده معنى القهر. إذا ربنا أراد أن يخلق إنسان القدرة هتخلقه، القهر حماية. يعني أراد أن إنما إذا أراد أن يقول كن فيكون، طب إذا حد حاول يتدخل القهر يتدخل ساعتها ويمنع الغير من الاعتداء على حمى الألوهية. إذن وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم. عشان تفهم برضو أسماء الله كويس لازم تبقى عارف أنه كل هذا يتم وفق الحكمة. يعني مش قهر وخلاص، مش قدرة وخلاص، مش إرادة وخلاص. زي مثلا ما يكون واحد حاكم ديكتاتور، أي فكرة تفط في دماغه يروح عاملها وبعدين نشوف اللي هيحصل إيه. لا، الله ليس كذلك. الله حكيم، هو مطلق العلم، مطلق القدرة، مطلق الإرادة، مطلق القهر، لكن كله يتم وفق الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه. وهو الحكيم، عشان ما تفكرش ان عملية كده ايه هوجة. ان في بعض الناس لما يعرفوا بعض صفات الله او بعض افعال الله يعامل ربنا سبحانه وتعالى على انه مثلا واحد صاحبه، فيقيس افعال الله على افعال ما رآه من البشر، او افعال الله على افعال والده مثلا. ابوه مثلا كان عامل له حالة من قهر واكتئاب وهو طفل صغير، فنقوله الله قهار، يركب اللفظ ده على المدلول ده، فنقوله لا ابعد عن ده خالص، ليس كمثله شيء، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الافعال. يبقى اذا وهو الحكيم. الخبير، قلنا الخبير معناها ايه؟ العليم او العالم بدقائق الامور. فالحكمة مع الخبير، الحكيم مع الخبير، الاثنين يجعلوا الامور متسقة تمام الاتساق، بحيث يكون فعل الله سبحانه وتعالى لائق بجلال وجمال وعظمة الألوهية. يبقى وهو الحكيم الخبير. الآية دي آية عظيمة، لو عدنا نتكلم فيها لبكرة مش هنخلص. آية عظيمة تعرف الإنسان على بعض صفات الله سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الخبير. ثم توجهت الآيات بعد ذلك الحديث عن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق. ولاحظ هنا أن الله شهد للنبي بالصدق في سورة البقرة مثلا، لكن هنا الشهادة للنبي بالصدق جت في إطار موضوع السورة، موضوع السورة اللي هو تقرير عظمة الألوهية. فلذلك قل الله شهيد بيني وبينكم، يبقى المحور الأساسي للكلام هو الله، وبالتبع الرسول ورسالته. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. يبقى هنا كأنها بتديك صفة من صفات الله أنه شهيد. يبقى من صفات الله أنه ماذا؟ شهيد. يعني إيه؟ يعني يشهد بالحق، وجلال الألوهية يجعله لا يشهد إلا بالحق سبحانه وتعالى.
يبقى ايه؟ قل اي شيء اكبر شهادة يا ناس يعرفوا ربكم، من هو الشاهد بالحق، من هو الشهيد سبحانه وتعالى. والشهيد هنا ايه؟ صيغة مبالغة، يعني الله اذا شهد فلا يحتاج الانسان مع شهادة الله الى شاهد اخر، ده شهيد، هو الشهيد سبحانه وتعالى. يعني انت حتى اذا وصفت الله بالشهيد فده في تنزل فيه، ماذا؟ اذا لاحظت انك تحتاج الى شهادته الى شيء اخر. ايضا اقول اي شيء اكبر شهادة، الايات بتخاطب خذوا بالكم عقول البشر. قل اي شيء اكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ. دي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي شهد له ربه. لاحظوا هنا برضو فين ربنا شهد لنفسه بالألوهية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، فين؟ آل عمران. شوف الترتيب بين الصور عامل ازاي. يبقى في آل عمران شهد لنفسه بالألوهية، ثم في سورة الأنعام شهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن نزل للإنذار، للإنذار مش الإنذار بس، للإنذار والتبشير. طب ليه اكتفى بالإنذار هنا؟ لأنه التبشير هو الوجه الآخر. طب ليه ما قالش لأبشركم به؟ ما كان برضو ممكن يكتفي به عن ذكر الإنذار، لأن السورة مكية، السورة مكية ويراد مخاطبة المشركين، فناسب الحال أن يخاطبوا بماذا؟ بالإنذار، لأنهم معرضين. الإنذار معناه إيه؟ الإنذار معناه معناه إنه من كفر سيدخل النار، التبشير من آمن سيدخل الجنة، ده غاية التبشير. فناسب الحال أن يذكر لفظ الإنذار لا التبشير، مع كون الآخر هو الوجه الآخر للعملة. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينذر من استمع إليه وأرسل إليه، وينذر كل من بلغه القرآن سواء عن طريق الرسول أو عن طريق سفرائه ومبلغيه ودعاته وعلماء أمته إلى قيام الساعة. والآية دي فيها معنى عموم الرسالة، عموم الرسالة وبقائها إلى يوم القيامة. فالقرآن منذر مبشر لكل الناس إلى قيام الساعة. ومن بلغ، طالما بلغوا القرآن يبقى هو مخاطب بالقرآن. لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه القرآن منذر به أيضا، مش قاصر على من نزل فيهم. ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. يبقى الله، لاحظ هنا رفع قدر النبي ازاي يكون. الله شهد لنبيه بالرسالة، ومع أن الله لا يحتاج من يشهد لألوهيته، فإنه أكرم نبيه بأن اعتبر شهادته، اعتبر شهادته وسجلها في القرآن. فالله شهد لنبيه بالرسالة، ونبيه شهد له بالوحدانية. طبعا ده رفع كبير خالص لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. يبقى إذن هذه الآية بتعلمنا اسم الله الشهيد، بتعلمنا رفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم،
بتعلمنا أن هذا الإله ذو الصفات الكثيرة واحد، وأن البشر يسيئون إلى أنفسهم وإلى ربهم حين يعبدون معه آلهة أخرى. ثم يقول أو كأنه يجيب عن موقف أهل الكتاب من هذه الحقائق، حقائق المذكورة في هذه الآية، حقائق الوحدانية دي حقيقة، صدق النبي دي حقيقة، صدق القرآن دي حقيقة. ما موقف أهل الكتاب والمشركين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحقائق؟ قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم، أو يعرفون أنه نبي آخر الزمان. وقد أقيمت عليهم الحجة بطرق مختلفة وكثيرة ومتنوعة. من هذه الطرق أن ذكر الله عز وجل صفاته في كتبهم، من هذه الطرق أنهم اختبروا رسول الله ببعض الأسئلة التي لا يعلمها إلا نبي وأجاب عنها إجابة الأنبياء، ثلاثة لا يعلمها إلا نبي، بقية الحديث. فيعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طبعا دي صيغة مبالغة، يعني هو المراد هنا مش انه زي ما يكون عارف ابنه، لا، يعني معرفته كما يعرف ابنه هنا معناها انه يعرفه جيدا، مش تشبيه بالابن، لا، هو دي صيغة مبالغة. لما تكون عايز تقول ان فيه شخص عارف الحاجة كويس يقول لك ده عارفها اكتر من ابنه. المراد مش المساواة بالعلم بابنه، لا، المراد هي شدة العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه بعضهم لما سئل أو لما فهم بعض الناس هذه الآية على أنه التشبيه هنا للمساواة، قال: والله كنا نعرفه أكثر مما نعرف أبناءنا، لأن المرأة قد تخون بينما ما في التوراة صادق، يبقى ده يتطرق إليه الشك، هذا لا يتطرق إليه الشك. يبقى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لاحظ هنا القرآن أسلوبه إيه؟ في طي، يعني ما قالش الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإن لم يؤمنوا به فهم الخاسرون، والخاسر من يخسر نفسه، ومن يخسر نفسه سيعذب يوم القيامة أو سيعاقبه الله. كل ده مفهوم من الجملة دي. فقال لك إيه؟ الذين خسروا أنفسهم، فتعرف على طول إنه الكلام على مين؟ على الذين آتيناهم الكتاب ويعرفون نبوته فهم الخاسرون. يبقى الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. والخسران متعلق بهم هم، مش متعلق بالنبي ولا متعلق بالله ولا متعلق بحاجة في الكون. الكون ماشي زي ما هو، الله هو الله، لا يضره إيمان المؤمنين ولا كفر الكافرين، النبي هو النبي، مكانته عند الله معلومة، الخاسر هو المعرض. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، يعني الذي لا يؤمن بالنبي هو الخاسر، الذي لا يؤمن بالنبي هو الخاسر. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يبقى ده موقف أهل الكتاب، إذا لم يؤمنوا خسروا وإذا آمنوا فازوا. طيب ما موقف المشركين؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. يبقى هؤلاء أهل الكتاب مع المشركين حين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم يفترون على الله الكذب. لماذا يفترون على الله الكذب؟ لأنهم يكذبون رسول الله، وتكذيب الرسل تكذيب لله. حتى بين البشر في عرف كده دولي من زمان، من القرون الوسطى، إن الرسل لا تقتل. انت بعت واحد برسالة الحد، اهانته
إهانة لدولتك فتقوم الحرب بسبب هذا، فلذلك الرسل لا تقتل. فإذا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب لله، اتهام النبي اتهام لله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أظلم ممن نسب إلى الله الكذب حين بعث نبيه صلى الله عليه وسلم، أو افترى على الله كذبا فنسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يليق من الصفات، فنسب له الجنون أو نسب له الشعر أو نسب كلامه لأنه أساطير الأولين، والله لا يرسل أحدا بهذه الصفات. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، الآيات هنا المعجزات، الآيات هنا المعجزات التي جاء بها. يبقى إذن الله عز وجل بعث رسوله ومعه دليل صدقه وهو المعجزة، ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت، فمنها المعجزات الحسية ومنها المعجزات المعنوية. إذا كذب الإنسان بعد كل هذه الدلائل القاطعة فهو الظالم لنفسه الخاسر. أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. لاحظوا برضو أدب القرآن في خطاب الكفرة، ما لهمش أنتم الظالمون، لا، بيقرر الحقيقة من غير ما يتوجه الكلام لحد، لأن أنت هنا الآيات شديدة لكن الغرض منها الهداية، مش إنك تظهر إن اللي أمامك غلطان أو تذله أو تعريه وخلاص، لا، في أدب في القرآن، أدب راقي أدب رفيع. إنه لا يفلح الظالمون. وبرضو نفس ختام الآية اللي قبلها، ما قال لهمش أنتم الخاسرون، لا، قال الذين خسروا، يعني كأنه هو إيه، كأنه هم خارج الموضوع، يعني كأنه هم في وقت نزول الآيات هم ما نعرفش لسه خاسرين ولا فائزين، فهو خرجهم برا المعادلة، كأنه بيقول لهم إيه، اختاروا بقى. لكن لو قال لهم أنتم الخاسرون حكم عليهم ثم ستحدث النفرة في نفوسهم من الإيمان. لا، الهدف من الدعوة مش كده، الهدف من الدعوة إنك تعالج أمراض النفوس دي وتفوز بيها وتخرجها من ظلمات الجهل وتخرجها من النار وتنقذها من أنفسها وتدخلها في نور الهداية. فهيبقى الأسلوب يحتاج إنه يكون أسلوب مناسب. يبقى الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، إنه لا يفلح الظالمون. ما يتوجهش حد كده كلام زي الدبش في وشه، لا، كأنك بتقول الحقيقة مجردة ثم انت اللي بتختار لنفسك، انت اللي قلت انا هكون من الخاسرين، انت اللي قلت انا هكون من الظالمين، واذا كنت من الظالمين لن تفلح. انه لا يفلح، الفلاح هو الفوز ودخول الجنة، فإنه لا يفلح الظالمون، يعني لن يفوز أهل الظلم. والظلم هنا ظلم للنفس، فسرتها الآية اللي قبلها، الذين إيه؟ خسروا أنفسهم. إنه لا يفلح الظالمون. ثم لاحظ هنا حاجة مهمة جدا، وهي إنه الآيات بعد ما وصفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الله له بالصدق، وذكرت أحوال المكذبين أو الكفار من دعوته صلى الله عليه وسلم، وقالت إن من لا يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الخاسرين أو هو من الظالمين غير المفلحين غير الفائزين. تنتقل الآن لبيان حال من كذب في الآخرة، مشهد كده في الآخرة إذا استمرت على الحالة دي، حالة عدم الاختيار عدم الحسم، حالك هيبقى إزاي في الآخرة؟ فيقول الله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. والشرك هنا خد بالك يشمل أهل الكتاب ويشمل الكفار،
لأن أهل الكتاب مشركون على الحقيقة. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جاء بعض أهل الكتاب ممن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما عبدناهم، احنا ما كناش بنعبد الأحبار والرهبان، احنا كنا بنعبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ألم يحل لكم ما حرم الله فأطعتموه، ألم يحرموا عليكم ما أحل الله فأطعتموهم، قال فتلك عبادتكم إياهم. طيب إذن أهل الكتاب مشركون على الحقيقة وإن ادعوا غير ذلك. يبقى ويوم نحشرهم جميعا كل من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أين كبراؤكم الذين كنتم تحتمون بهم في الدنيا، فين الإجابة؟ في سورة البقرة سبقت، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم من بخرجنا النار. فمش محتاج هنا يجيبها لك تاني، سبقت سورة البقرة، فكأنه بيحيلك عليها. يبقى الوضع كده، يبقى أين شركاؤكم؟ هتحط بقى المشهد بتاع سورة البقرة هنا تستحضره معاك وانت بتقرأ في سورة الأنعام. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم. الفتنة هنا هي الكفر، الفتنة هنا هي الكفر، يعني ثم لم يكن كفرهم، لا ثم لم يكن عاقبة الكفر. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يعني الإنسان سبحان الله اللي فيه صفة في الدنيا كأنها تستمر معاه في الآخرة. أنت هتروح في يعني الآخرة دي كأنها مراية للدنيا، كأنها، عشان كده النبي قال إيه؟ يبعث المرء على ما مات عليه، لأنك مفيش جديد في الآخرة، حالك في الدنيا هو حالك في الآخرة. فهو منكر في الدنيا، طيب صحي من الموت وشاف الحشر وشاف النشر وشاف تطير الصحف والميزان والصراط، وبعدين برضو منكر، برضو منكر، ما زال يكذب، عشان كده استحق العذاب الأبدي. لما يجي حد يقول لك يا أخي إزاي ربنا الواحد يعصي ربنا 60 سنة وربنا يعذبه للأبد، قال لك لا، الفكرة مش في 60 سنة وللأبد، الفكرة في وجود صفة يستحق عليها العذاب الأبدي لوجود هذه الصفة أبدا، هي الإنكار الكفر. فالكافر في الدنيا يستمر كافرا في الآخرة، مش هيتغير، يستمر كافرا في الآخرة. المنكر في الدنيا يستمر منكرا في الآخرة. فلذلك استحق لوجود هذه الصفة أبدا، استحق العذاب الأبدي، الجزاء من جنس العمل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى من الحاجات العجيبة بيتكلموا واقفين قدام ربنا وبيقررهم على أنفسهم وخلاص، ثبت لهم بالحس زي ما شافوا في الدنيا المعجزات بالحس وأنكروها، في الآخرة الله يكلمهم، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يقولوا لا يا ربي ما عملناش حاجة. شوف الفجر والكتب، الكتاب يقرأ الكتاب، ها عملت اللي مكتوب في الكتاب؟ لا ما عملتش. فالله عز وجل يختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. يبقى إذن لوجود هذه الصفة فيهم أبدا استحقوا العذاب الأبدي، فلذلك هيستمر الإنكار. فيقول الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، إلا جوابهم بقى لما ربنا يسألهم في الآخرة، والله، شوف كمان بيحلفوا بالكذب، عشان كده ربهم إيه؟ ربنا سماهم في القرآن الفجرة، أولئك هم الكفرة الفجرة، يعني مفيش نقطة حياة، مفيش استحياء خالص، لا حياة أبدا ولا كسوف.
ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم برضو خدوا بالكم قال إنه من الفوارق بين المؤمن والكافر إن الكافر المؤمن بيتكسف. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، طول ما أنت حيي يبقى فيك خير، تتكسف ترجع عن الباطل. طول ما أنت مكسوف من معصيتك أو من بعدك يبقى أنت فيك خير. لو وصلت لمرحلة إن الطاعة والمعصية عندي واحد مش فارقة ومش مكسوف من المعصية وبقى أجاهر بالمعصية وبقى أتفاخر بيها، يعرف إنك على خطر عظيم، مشكلة كبيرة خالص، مصيبة سودة. يبقى إذن ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خذ من الحياء أكمله، لأن الحياء هو الإيمان، خذ من الحياء أكمله. فكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر 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 يا من تنظر أو يا من تعقل أو يا كل إنسان أو يا أيها النبي، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يعني تلاشى وذهب كذبهم. يعني الكذب في الدنيا ينفع شوية لما تدعي ان الفلوس دي بتاعتك ويدوها لك، اديك خدت الفلوس انتفعت بيها. لما تدعي انك ما عملتش وانت عملت الناس ممكن تصدقك، فينفع شوية. لكن في الآخرة لا ينفع الكذب. فضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني بيعملوا أعمال لا فائدة منها، الإنكار لا فائدة منه. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني لم يغني عنهم افتراؤهم على الله شيئا وكذبهم على الله شيئا. ثم توضح الآيات بعد ذلك صورة من تناقض المشركين وتعديهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنرجع للدنيا بقى، يعني ده كان ايه مشهد أخروي. هنرجع للدنيا بقى لإكمال الحديث عن مواقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تعالى ومنهم من يستمع إليك، اللي حالهم هيكون كده في الآخرة، هم بعينهم اللي في الدنيا بيعملوا الآتي. يعني أظن ما فيش بيان أكتر من كده، ده فضل القرآن. يعني لم يبقى إن لأن القرآن يسميهم بأسمائهم. يعني أنت عارف أنت لما ينزل إعلان في الجرايد طلب وظيفة معينة، متخرج دفعة 2016 ومن محافظة كذا وتقديره كذا واسمه محمد، يعني مش فاضل غير انهم يقولوا محمد ابن فلان اللي هو نزله الوظيفة. فهو القرآن مع المشركين كأنه لا يبقى فيه إلا انه يذكر أسماءه. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وكان المنافقين كمان يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، فيخافوا لما تنزل حاجة على الرسول. أحسن تقول فلان الفلاني، والقرآن ذكر بعض الأسماء، يعني مش غريب، ذكر اسم سيدنا زيد وذكر اسم سيدنا محمد وذكر أسماء الأنبياء وذكر أسماء بعض الكفار أبو لهب، فوارد جدا أنه يذكر أسماء المنافقين، مش بعيد مش مستبعد. فإيه بقى؟ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. يبقى كأن الآيات بتقول إنه إعراض هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو إعراض من الله أولا، إنه لا يكون في ملك الله إلا ما أراد.
الله أعرض عنهم فأعرضوا عن الإيمان برسول الله، كأن القرآن عايز يقول لهم عايزين تؤمنوا تنجوا بأنفسكم من الآخرة في الآخرة والدنيا، أقبلوا على الله، تواضعوا، اتركوا الكبر، اطلبوا الشهوات، اتركوا الشهوات، يفتح الله في قلوبكم محبة الإيمان. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أكنة أغطية، يعني كأنه على قلوبهم غشاوة، شايف الحاجة قدامه ومش شايفها، شايفها في الظاهر لكن مش شايف معناها. زي بالظبط كده لما تبقى ماشي في الشارع والعربية تيجي تاخد اللي جنبك تموته في لحظة. بعض الناس الحادثة دي هو شافها وعاش أحداثها وبعدين يروح يكمل حياته عادي، فما شافهاش، الرسالة ما وصلتش. المؤمن الخائف صاحب النفس اللوامة يقول لك أنا يعني ثانية واحدة كنت هبقى مكانه، فيبقى كده شاف، سمع، الرسالة وصلت. فهم على قلوبهم أغطية، خليهم إيه الحاجة قدامهم مش شايفينها. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه وفي آذانهم وقرا، يعني لا يسمعون. وعدم السماع هنا برضو عدم السماع الحقيقي، هو الانتفاع بما يسمعون، يسمعوا القرآن النهار لكن ما فيش انتفاع. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يعني القلوب شغالة ولا الأذن شغالة ولا العين شغالة. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك، يعني بلغوا من الكفر حد الجدال فيما تدل عليه الحواس. يعني ممكن الواحد يجادل في الأمور العقلية بالمغالطات وادعاء عدم الفهم أو ادعاء أن اللي قدامك بيقول كلام غريب أنا مش فاهمه، لكن إنكار الحواس، المحسوسات، المعجزات اللي النبي جه بيها، آيات الله الكونية دي أعظم حاجة. لذلك قال وإن يروا كل آيات حتى إذا جاءوك يجادلونك. يجادلونك في إيه؟ في الآيات، يجادلونك في القرآن، مع أنهم يرون في أنفسهم إعجاز القرآن، فكانوا زي ما بيذكر في كتب السيرة كانوا يكذبون النبي بالنهار ويذهبون إلى بيوت الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ليلا ليسمعوا. فهو في أنفسهم دليله حسي، مش دليل غيبي ولا عقلي، دليل حسي، هم عارفين بنفسهم. وإن يروا كل حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، لخرافات السابقين، لحكايات. طيب هل القرآن كله حكايات؟ القرآن مش كله حكايات. هل ما ذكره القرآن من قصص هي حكايات الأولين أو خرافات السابقين؟ طب ما تسألوا أهل الكتاب. احنا قلنا قبل كده للناس اللي بيدرسوا معنا علوم القرآن ان القرآن نعم ذكر قصص موجودة في كتب أهل الكتاب السابقين لكنه امتاز عنها بميزتين. الميزة الأولى انه جاء مصححا لما عند أهل الكتاب، عشان ما حدش يقول لك ما القرآن جاب قصة يوسف، قصة يوسف موجودة في التوراة والإنجيل الجديد، القرآن جاب قصة هود أو قصة لوط وده موجود في التوراة والإنجيل، فإيه الجديد؟ لا، في تصحيح. القرآن ما بيعملش كبي من اللي موجود في الكتب السابقة، لا، ده جاي صحح حقائق أهل الكتاب. فلذلك أول حاجة التصحيح. تاني حاجة، القرآن في القصص بيزيد أمور دقيقة غير موجودة في كتب أهل الكتاب، مما يدل على أنه المصدر مختلف. فالنبي لا قرأ كتب أهل الكتاب ولا نقل منها حاجة زي ما بيزعم بعض الزاعمين. يبقى إذن إيه؟ يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. أول درجات الإيمان الاتساق مع النفس،
يعني أنا إنسان ضعيف مخلوق لله، لازم أبقى مقر بهذا، حط الحقيقة دي كده قدامي على الترابيزة. هم ما حصلش عندهم هذا الاتساق، فهم بيدافعوا عن النبي وفي نفس الوقت مش عايزين يؤمنوا به، فكأنه في إقرار وإنكار في نفسه، في تناقض، في حالة من التناقض. وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني ينهون الناس عن اتباعه أو عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وينأونهم عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. زي ما هم خسروا أنفسهم، الهلاك سيلحقهم هم وهم لا يشعرون، أو وما يشعرون. ليه؟ لأن الدنيا تغر، الدنيا تغر، فتمر الأيام على الإنسان وهو يظن أنه على الحق، ويغتر بإمهال الله له وإعطاؤه الصحة وإعطاؤه المال. وأنا لما كفرت ما حصلش حاجة، يعني لا الأرض بتاعتي مثلا توقفت عن الإنبات، ولا السماء بتاعتي توقفت، السماء اللي فوق أرضي توقفت عن إنزال المطر، ولا أنا مرضت، ولا أنا لما شتمت الرسول لساني اتقطع. فالإنسان بيغتر بإمهال الله له، فتمر أيامه دون أن يشعر حتى يلاقي أمامه العذاب والعياذ بالله. وما وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، فكأن الآيات الأخيرة هذه فيها دعوة إلى اليقظة، حتى لا تغر الإنسان الدنيا أو تفوت عليه الأيام دون أن يعرف الله سبحانه وتعالى. نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أي سؤال؟ إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى كل أشرك، هم هنا اعترفوا بالشرك. هم الشهادة هنا معناها الإقرار بأنهم يقولون بآلهة مع الله. لا، ما هو لا تشهدون هنا مش ان هم الشهاده هنا معناها الاقرار، هم مقرين. هم بيقولوا صراحه النبي كم تعبد؟ قال 6 في الارض و1 في السماء. بالظبط كده، فده كان هو يوم القيامه والله ربنا ما كنا مشركين. ما الشرك الجلي برضه، الشرك الجلي هو ده اللي يدخل النار. الشرك الخفي ده ذنب من الذنوب، وسياق الآيات هنا كله حديث مع الكفار وأهل الكتاب، ما فيهاش يعني إشارة للمؤمنين. بما أن الزمان مخلوق من مخلوقات الله والمكان أيضا، يعني فيوم القيامة بيرفع بقى عن الزمان والمكان. نعم، عشان كده بيخلط البشر. طيب بيرفع عن الزمان والمكان، طب الله عز وجل لما بيقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني وبرضه الآية اللي من مرآة تعرج إلى الله يوم كان مقداره كذا. ففي الزمن الموجود حتى في الآخرة ده مثال على طول اليوم عند الله، وإن الأمور عند الله مختلفة عن الأمور عند البشر. لا ده مثال على طول اليوم، وقد يكون اليوم فعلا بمقدار أيام الدنيا كذلك، يعني قد يكون اليوم بمقدار أيام الدنيا كذلك إذا قسناه، لكن الله سبحانه وتعالى سيرفع حكم الزمان، وإذا رفع حكم الزمان فهو مرفوع عنا لا على الله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سيقدره بهذا. تفضل. المولى كنت عايز أسأل، عايز تشرح لي الفرق بين صفة القدرة وصفة القهر. صفة القدرة، القدرة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من الأمور المتقابلة. القهر كأنها تحمي تخصيص القدرة من اعتداء الغير على مراد الله تعالى، وتمنع الغير، يعني إذا الله اختار أن يوجد فلان، إذا الله اختار أن يكون فلان هذا أبيض أو أسمر، دي خاصة صفة القدرة. دي صفة القدرة. تمام. هل ممكن حاجة تحصل تغير هذا الذي أرادته أو هذا الذي وجد وفق القدرة؟ لا.
اللي بيعمل كده ايه؟ صفة القهار. هو كده ما قلنا في ان في تعارض بين القدرة والقهر يعني. لا ده في تكامل. ازاي؟ القدرة اوجدت تمام، القهر حمى من اعتداء الغير او على تغيير قدرة الله. يعني القدرة مش محتاجة الحماية. ما هو صفات الله سبحانه وتعالى كلها متكاملة. تمام. وصفات الله سبحانه وتعالى معاني وأسماء، وكل صفة من صفات الله ليست هي عين الصفة الأخرى، فكل صفة لها وظيفة. تمام. أنت ما هتقول مش هتقول القدرة محتاجة حماية، طب ما هي القدرة مش محتاجة علم، ما هي القدرة مش محتاجة تخصيص، ما هي القدرة مش محتاجة غفران القدرة. لكن طالما ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بهذه الأسماء المتنوعة فإذا كل اسم له معنى. اسم الصفة فإحنا عادة القدرة نخليها من الصفات أو من الصفات المعانية، إنما القهر أو القاهرة أو كده هو اسم. لا، هو كل اسم من أسماء الله بيتضمن صفة. كل اسم من أسماء الله بيتضمن صفة. اللي حضرتك بتقول ده هو التفريق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. صفات الذات هي التي لا تتصور الذات إلا بها. صفات الفعلية هي التي تتصور الذات بدونها. واللي حضرتك بتقوله برضو وفق الفهم الأشعري للصفات. عند الماتريدية القهار صفة ذاتية، الحكيم صفة ذاتية، كل صفات الله سبحانه وتعالى، كل صفات الله سبحانه وتعالى قديمة وموجودة أبدا. فالقهار صفة ذات، العظيم صفة ذات، الرحيم صفة ذات، وهكذا. فما تخلطش الأمور ببعضها. كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لها وظيفة أو مختصة بعمل. العمل ده ممكن ما يبقاش واضح قوي. ما هو إيه الفرق مثلا بين الرحمن والرحيم؟ دي صفة أهو كده نفس الكلام، ودي وظيفة ودي وظيفة. طب ما هو إذا كان ربنا رحمن فهو رحيم، آه ماشي، بس هو في صفة للرحمن وصفة في صفة اسمها الرحيم. طالما ربنا سمى نفسه بالاثنين يبقى إذا كل صفة لها معنى مختلف عن التاني. والرحمن والرحيم، وفي عندك الغفور كمان. آه، فكل اسم من هذه الأسماء له عمل. فإذا الفرق بين القدرة والقهر إن القدرة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، مثل إيجاد فلان أو مثل إعدام فلان، دي عمل القدرة أوجدت. طيب القهر يمنع الغير من الاعتداء على ما اختارته القدرة. واضح كده؟ ما قالوا أجلا وأجل مسمى عنده وأجل الثانية مرفوعة. إحنا عارفين الإعراب فرض عن المعنى، فيعني هل هي معطوفة على الأجل الأول وهل هما أجلين ولا توكيد الأجل الأول؟ لا، وأجل ده استئناف. ثم قضى أجلا، وبعدين تبدأ وأجل مسمى عنده ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، كل أجل مسمى عند الله، يعني ما يشمل الأجل الأول وغيره. يعني هو غير من الأجل. آه، وغيره من الأجل. يعني الإنسان ممكن يكون أجلين، أجل في الدنيا مثلا وأجل أخرى، ولا هو أجل واحد مش فاهمة أو يعني إيه أجل من الأول ثم قضى أجلا؟ الأجل هو التقدير. طيب، فالتقدير بالنسبة للإنسان بيختلف عن التقدير بالنسبة للحيوان، بيختلف عن التقدير بالنسبة لمحمد، بيختلف عن محمود، بيختلف عن الدنيا، بيختلف عن النجوم، بيختلف. فهو قضى أجلا، قضى أجلا وأجل مسمى عنده. كل الآجال مسمات عند الله مكتوبة. نعم، خلينا نراجعها ونقولها بدقة المرة اللي جاية. هل هم يتهون عنه وينأون عنه؟ هل نهيهم عنه؟ لا، إذا كان في كفر
فالكفر ده ذنب لا يغفر معه أو لا يقبل معه عمل صالح. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.